منجن، قديما علمونا ذلك، فالصدق أقصر الطرق إلى النجاة، النجاة السليمة غير الملطخة بأي سوء أو كذب. لذلك الصادقون قليلون، والصدق طريق الحق والخلاص. وإذا ما زرعنا الصدق بيننا لحصدنا الإخلاص والأمانة والجد والعمل الصحيح. فهل يحيى الصدق في زماننا؟ لماذا تمت محاكمة سقراط في أثينا؟ اتهموه بإفساد عقول الشباب وأنه لا وطني. اتهم باللاوطنية وبإفساد عقول الشباب بتعاليمه، لتكفيره الآلهة اللي يعبدونها في أثينا وإفساد عقول الشباب، لأنه كفر بآلهة أثينا. كيف مات سقراط؟ حكموا عليه بالإعدام. محكوما عليه بالإعدام. انحكم عليه بالإعدام. حكم عليه بالإعدام. كان في محبسه وحيدا ينتظر الموت بالسم، هكذا حكمت عليه أثينا لأنها رأت أنه مهرطق. كان بإمكانه أن يهرب، وما أسهل الهرب من سجن لا يحرسه سوى حارسين، لكن الفيلسوف سقراط أبى أن يهرب لأنه تكلم في المحكمة بكل صدق، ووافق على أن يحيا في أثينا خاضعا لقوانينها، جاعلا هذه القوانين تحكم عليه بما لا يوافق عليه عقل أو منطق. كانت حياة سقراط ثمناً لصدقه، دفعها راضياً كي تحيا من بعده تعاليمه وفلسفته. فما كان لأحد أن يصدق حكمة فيلسوف كذبة كي يهرب من الموت، أو لم يكن صادقاً فيما وعد. لذلك كان صدق سقراط قارب نجاة حكمته وتعاليمه، وكان في الوقت نفسه قارب فنائه هو شخصياً، لكنه الصدق وثمنه. فماذا كان يجب أن يفعل؟ هل تعرف من هو غوتاما بوذا؟ إنه مؤسس الديانة البوذية. مؤسس الديانة البوذية. هو مؤسس الديانة البوذية. أعتقد مؤسس الديانة البوذية. أشار بوذا إلى طريق السعادة وحدد 8 صفات لبلوغها. هل تعرف أيا من هذه الصفات؟ نعم، الصدق. هي صفة الصدق. تقد الصدق. الصدق. كان غوتاما نبيلا وابن ملك، تربى في الترف وعاش شبابا مفعما بالموسيقى والحب، لكن حب المعرفة والخير كان أقوى. غوتاما بوذا الذي صاغ فلسفة أخلاقية سيطرت على مناطق واسعة في آسيا، كان يرى أن الصدق أحد الصفات الثمانية التي بدونها لن يستطيع الإنسان أن يبصر طريقه في الدنيا. فالصدق هو الدليل والمرشد كي يصل الإنسان إلى مبتغاه من السعادة. كان الصدق يشكل ركيزة في درب الثمانية الذي حاول بوذا فيه أن يبسط الطريق للبشرية. مات بوذا بعدما زرع تعاليمه في أتباعه، وبقي الصدق أحد أهم الصفات في فلسفته الأخلاقية التي لا تزال باقية حتى يومنا هذا. ما هي أشهر فلسفة في الصين؟ ما سمعت عنها. فلسفة القيم الأخلاقية الشخصية. فلسفة التي تعتمد على القيم الأخلاقية؟ لم أسمع عنها. هل سمعت عن كونفوشيوس؟ وماذا كانت مهنته؟ هو أول فيلسوف صيني تقريبا. لم أسمع عنه. أعتقد أنه أحد الفلاسفة الصينيين. هو أول فيلسوف صيني. لم يحاول كونفوشيوس قط أن يكذب أو يقول شيئا غير الصدق. كان حكيما يمشي في البلاد يلقي تعاليمه على من يريد أن يسمع. كان كونغ فو تسو أو الملك الفيلسوف، وهو اسم كونفوشيوس، معلما وموظفا حكوميا. كان صادقا في تعاملاته، واستطاع أن يؤسس فلسفة أخلاقية سيطرت على الصين لقرون طويلة. كان قوام هذه الفلسفة الصدق في العمل والقول، لم يطلب منهم أكثر من ذلك. لذلك انتشرت في ربوع الصين ولم تنحسر إلا مع مد الفكر الشيوعي في 50ات القرن الماضي. ربما انحسرت فلسفة كونفوشيوس اليوم، لكن من يعلم، ربما ستعود في زمن يحتاج إلى الصدق أكثر من أي شيء آخر. هل تعرف الصحابي كعب بن مالك؟ سمعت عنه. نعم أعرفه. إيه نعم أعرفه. نعم أعرفه. هل تعرف قصته مع الصدق؟ لا أتذكر قصته مع الصدق. لا ما سمعت عن القصة. لم أسمع عن قصته. لا لم أسمع قصته مع الصدق. كانت الحرب سجالا ما بين نصر وهزيمة في غزوة تبوك، وانتصر العرب المسلمون وانكسرت جموع الروم، وقد تخلف عن هذه الغزوة من تخلف. وبعد عودة المسلمين جاء المتخلفون يقدمون الأعذار واحدا تلو الآخر، أعذارا غير حقيقية.
حتى جاء كعب بن مالك ووقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: سأقول الصدق حتى وإن غضبت علي، فأنا أخشى غضب الله. خشي غضب الله ولم يخشى غضب رسول الله، قال الصدق ولم يقل غيره، فكان صدقه طريقاً لنجاته، وتاب الله عليه وأنزل فيه آية قرآنية. فهل بعد الصدق شيء ينجينا؟ لا يحيى الصدق منفرداً، بل يحيى في صحبة من الأخلاق تجده متزامناً مع الوفاء والحق والأمانة. يأتي الصدق إلى النفس ويحولها إلى حدائق من نور. كعب بن مالك، كونفوشيوس، بوذا، سقراط، كان الصدق دليلهم ونبتتهم التي عاشت من بعدهم. فطوبى للصادقين الذين يتجولون بيننا ويزرعون الصدق والمحبة.